اللي جمعنا النهاردة بنوحد كلماتنا على قائد لمصر. أقل حاجة إن نحنا نطلع يوم 10 و11 و12 وندي رقم واحد رمز النجمة المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي والقادم بمشيئة الله. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الإرادة السياسية الداعمة التي شجعت وعززت حصول المرأة على كافة حقوقها وكافة المناصب. ندعو كنا أن تكونوا في أول الصفوف الداعمة للرئيس والقائد، أن تكونوا في مقدمة الطوابير التي ستشارك بقوة في انتخابات الرئاسة. بس احنا بنختار الرجل المناسب في هذه المرحلة الهامة، القائد العظيم، وده احنا بنسأل انفسنا ليه هنختار الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى الحكم في فترة حالكة السواد، كادت ان تعصف بمصر. الانجازات اللي حققها الرئيس السيسي لا يمكن حصرها في كلمات نقولها من هذه المنصة، انما هي تحتاج الى ايام لكي نذكرها. اقول ايها الاحبة، اعاد الرئيس لمصر مكانتها، امنها داخليا وامنها خارجيا. هذه الجموع الطيبة التي جاءت من أماكن شتى، لا من قرية الوسطى وحدها بل من كل الأماكن، لترد الجميل في يوم رد الجميل وفي يوم العرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن نقول نعم للإنجاز، نعم للتقدم، نعم للسلام، نعم للأمن، نعم للعدالة، نعم للمساواة. نشكر الله كثيرا على ما وصلت إليه بلادنا الحبيبة مصر من تقدم ورخاء، ونرفع قلوبنا جميعا في هذه الساعة أن يعطي بلادنا تقدم أكثر، وأن يحفظ سيادة الرئيس، وأن يقود بلادنا في نمو وتقدم. وأشكركم جميعا وأختم وأقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.